نشرة الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، اختتمت أمس بمدينة سان بطرسبورغ بجمهورية روسيا الفيدرالية أشغال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. اليوم الثاني من الأشغال ميزته كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى المشاركين في القمة، والتي قرأها الوزير الأول. أكد خلالها السيد الرئيس أن الجزائر تعول في سياستها التنموية على علاقات التعاون التي تجمعها بشركائها الأجانب بما فيهم روسيا. رئيس الجمهورية أكد أيضا أن الجزائر تعد ثاني أكبر شريك لروسيا في القارة الإفريقية، وأن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة انطلاقا من تضامن روسيا التاريخي مع الدول الإفريقية. إن الجزائر وبعد استكمال ورشات إصلاحية كبرى تعكف اليوم على بناء اقتصاد متنوع وعصري كفيل بمواجهة كل التحديات، وخاصة الأمن الطاقوي والأمن الغذائي والأمن الصحي، وهي تشهد حاليا بفضل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تنمية شاملة جعلت منها وجهة استثمارية واعدة بفضل مناخ الأعمال الجديد المشجع للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأدى هذا إلى تقوية الناتج الداخلي الخام إلى 225 مليار دولار، ورفع الدخل الفردي إلى أكثر من 4800 دولار، ونرمي إلى أن تتجاوز نسبة النمو أكثر من 5% في آخر 2023 مع مديونية خارجية معدومة. وتعول بلادي في مساعيها التنموية على علاقات التعاون التي تربطها بشركائها الأجانب بما فيهم روسيا باعتبارها شريكا استراتيجيا للجزائر، وهو ما تعكسه مرتبة الجزائر كثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية، ومختلف الشراكات الثنائية في المجالات الصناعية والفلاحية والعلمية والتقنية. فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز وأوبب بلس حول سبل استقرار أسعار سوق الطاقة العالمية. وعلى هامش أشغال القمة الإفريقية الروسية الثانية المنعقدة بسان بطرسبورغ، أجرى الوزير الأول أمس محادثات مع عاصم غويتا رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية. وقد نقل الوزير الأول إلى الرئيس المالي التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية وعزمه على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وحفظ السلم والأمن والاستقرار ودعم التنمية في المنطقة. كما حمل الرئيس غويتا الوزير الأول نقل تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية. المنتدى الروسي الإفريقي فرصة للجزائر من أجل المرافعة لصالح الدول الإفريقية التي تعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. فالجزائر دولة أو كدولة محورية طرحت كل القضايا التي من شأنها النهوض بالتنمية في إفريقيا وخلق جسور تعاون بينها وبين الدول المتقدمة. مبعوث تلفزيون الجزائري إلى سان بطرسبورغ حمزة أحمد بالقسام. الإرادة القوية وعنصر الثقة كانا عاملان حاضران على طاولة النقاش خلال قمة روسيا إفريقيا. الجزائر الحاضرة خلال هاته القمة كقوة فاعلة إفريقيا وإقليميا وصمام أمان لدول القارة، رفعت من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا، كما دعت إلى إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالأمن، الغذاء، الطاقة، التعليم، وكذا المديونية، مع إشراك القارة الإفريقية في صناعة القرارات الدولية في عالم يكون متعدد الأقطاب. كانت هذه فرصة بالنسبة للجزائر لطرح وإعادة طرح مقاربتها بالنسبة لحلحلة كل المشاكل التي تعيشها إفريقيا حاليا، بداية من مشكلة التنمية، مشكلة اللا أمن، مشكلة المديونية كذلك، فكلها مشاكل مترابطة فيما بعضها. وأظهرنا كذلك مقومات الاقتصاد الجزائري والنتائج التي توصل إليها الاقتصاد الجزائري بفضل البرنامج الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية وبفضل الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد. الجزائر التي تسير اليوم وفق مؤشرات اقتصادية متنامية ومتسارعة وجذابة للاستثمار بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية، حققت اليوم ناتجا محليا
قدر بأزيد من 225 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تمكنها من ولوج العمق الإفريقي مع شركائها. حان الوقت لإفريقيا لكي تثب وثبة جديدة نحو للنهوض وأخذ بزمام أمورها، وهذا لن يتم ولن يستتب إلا بإعادة مراجعة النظام المالي الدولي والنظام السياسي الدولي. في ختام قمة سان بيترسبورغ، تتطلع إفريقيا وروسيا إلى بناء شراكة قوية ومثمرة، وذلك لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب القارة الإفريقية. بعد يومين من الحوار والنقاش، أسست قمة سان بيترسبورغ لجسور شراكة حقيقية بين روسيا وإفريقيا، والهدف اليوم هو الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب تكون فيه لإفريقيا قوة القرار. حمزة أحمد بالقسام للتلفزيون الجزائري، سان بيترسبورغ، روسيا. في الفلاحة، يسعى فلاحو ولاية سعيدة إلى الحفاظ على سلالة الرأس الحمراء أو الدغمة كما تعرف محليا من المواشي التي تواجه الانقراض، وهو ما تعمل عليه مزرعة البرهنة وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات بالولاية. سارة صاري محمد. الرأس الحمراء سلالة موطنها الجنوب الغربي للجزائر، تمتاز بلونها الأحمر الداكن وجودة لحومها. عرفت تناقصا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما ألزم المعهد التقني لتربية الحيوانات بولاية السعيدة بتطويرها والحفاظ عليها. سلالة الحمراء الجزائرية التي هي في طريقها إلى الانقراض، تمتاز هذه السلالة بأجود أنواع اللحوم تقريبا في العالم، تقاوم الجفاف، تقاوم الأمراض، تقاوم الرياح الرملية، تعيش على القليل من الأكل، نسبة اللحم إلى العظم كبيرة مقارنة بسلالات الأخرى. وعملية إنتاج الفحول الحمراء تمر بعدة مراحل، في البداية في الولادة نقول نقوم بعملية الوزن ونتبع عملية النمو نتاعه، كي يلحق العام نبدو نديرو له في عملية التدريب على التلقيح. عددها بلغ حوالي 450 رأسا من سلالة الدغمة بالمعهد المتخصص عن طريق التلقيح الاصطناعي. هي سلالة تتلائم مع التقلبات المناخية والتضاريس. خدمنا ان تروبو اوموجين، من هذاك التروبو درنا لا كاركتيريزاسيون. لا كاركتيريزاسيون هذه شاهية، سي مواصفات تاع السلالة، شغل العلو والميزان، الخروف كيزيد شحال، انتاج الحليب شحال. هذا درنا ان ستاندار دو لاراس حمراء بروفي بار ليانور لانسيت ناسيونال دو نورماليزاسيون الجيريان. ويبقى السبيل الوحيد لبقائها هو توعية مربي المواشي بالعودة إلى تربية سلالة الرأس الحمراء، فهي من بين أجود أنواع السلالات في العالم. في موضوع آخر، ومع ارتفاع درجات الحرارة يتضاعف خطر التسممات الغذائية بسبب سرعة تلف المواد الغذائية وغياب الضمير المهني لبعض التجار. وللحد من هذه الظاهرة، يقوم أعوان فرق الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية بومرداس بعملية تفتيش فجائية للسهر على الظروف الحسنة للتخزين والتبريد للمواد الاستهلاكية. روبورتاج عبد السلام حباس. الثلاجات تاعكم اللي فريغو ما تنحيلهمش لاكريس في الليل، بعد تعاودوا ترجعوا لكم. سلسله التبريد لازم تحترموها، ما لازمش هي اوضاع كارثيه لتجار انعدم لديهم الضمير المهني، وحجتهم في ذلك تقليص فاتوره الكهرباء والربح السريع. نحن كمواطنين، نحن في فصل الصيف، وفي فصل الصيف تكثر هناك المواد الغذائيه هذه، لابد ان تكون مراقبه. اول حاجه بالنسبه للمواطن لما يقتني السلع، عند اقتنائه للسلع لابد ان تكون المراقبه، اولا المراقبه من حيث تاريخ صلاحيه المنتوج. في نفس الوقت لابد ان يكون في الثلاجه تكون كي نقولوا مشتعله، لابد ان نراقب في حاله ما اذا تكون مسها نلقاها غير مشتعله، هنا ياثر على المنتوج، يعني درجه حفظ المنتوج لابد ان تكون في درجه حراره مناسبه. ما تجيناش كاع في اللي باش بدا تزيري فيه وتشوف وكذا، تشري ترفد حتى توصل الدار باش تفيق.
تجي تعطي لوليدك ولا تجي تعطي لبنتك ولا لوليد بنتك ولا باش تقراها سي بو بريمي. مداهمات تفتيش ومراقبة يحرص من خلالها أعوان مديرية التجارة لولاية بومرداس على ضمان وتوفير شروط التبريد وتخزين المواد الاستهلاكية المهددة بالتلف بفعل الحرارة. بما أننا في موسم الاصطياف ودرجة الحرارة وكاين خطر التسممات الغذائية، يعني كاين تكثيف لهذه العمليات على مستوى جميع المحلات الغذائية، سواء كانت تجارة بالتجزئة المواد الغذائية أو إطعام سريع أو مطاعم إلى غير ذلك. نوجه يعني من هذا المنبر يعني هذه التوصية الحذر والحيطة، وكل واحد في إطار مجهوده إن شاء الله يجوز موسم اصطيافي بدون تسمم. تكريس ثقافة الاستهلاك والتحلي بالوعي والضمير المهني أساس موسم اصطياف صحي وآمن. حملات أخرى لكن للحد من الأخطار المرتبطة بموسم الاصطياف. توازياً وارتفاع حصيلة ضحايا الغرق على مستوى الشواطئ غير المحروسة، نظمت السلطات المحلية لولاية وهران بمعية مديرية الحماية المدنية وأعضاء المجتمع المدني حملات للتوعية والتحسيس. سليم هواري. الارتفاع المؤسف لضحايا الغرق وتوعية بالمخاطر المتعلقة بموسم الاصطياف، تم تنظيم حملات تحسيسية موجهة للمصطافين على مستوى شواطئ ولاية وهران والذين رحبوا بالفكرة. مبادرة حسنة يعطيكم الصحة، ولازم باش نوعوا العائلات ما يخلوش ولادهم يروحوا للشواطئ اللي مش محروسة. المصطفى ان شاء الله ان شاء الله انا نحوز دي العطلة هذه تكون حاجة تاع هنا، يكون مهني جوزية ما تمهنيين ويروح فرحان ويدخل بولا رونطري يدخل اون فورم. نقولوا على المواطنين ما نعوموش في البلايص اللي ما كانش الميتناجير والحراسة، خاطر كاينين الموتى بزاف مساكين، ونشكركم على هذه المبادرة. المبادرة عرفت مشاركة فعالة للعديد من الفاعلين في المجتمع المدني ومديرية الحماية المدنية، أين تم التركيز على الشواطئ الصخرية والشواطئ الغير محروسة. قامت مديرية الحماية المدنية لولاية وهران بتنظيم خرجات ميدانية وحملات تحسيسية على مختلف كل المناطق والأماكن العمومية والمرافق، وخاصة الشواطئ الغير محروسة وأيضا المحروسة لتوعية الناس بعدم التنقل إلى الشواطئ غير المحروسة، نظرا لتوعية المواطن وزرع ثقافة الوقاية من أجل تفادي كل أخطار ومخاطر موسم الاصطياف وخاصة الغرق. الحمد لله وصلنا الميساج والمواطنين لقوا يعني ترحاب من هذه المبادرة، وإن شاء الله تتكرر هذه وإن شاء الله تكون الانطلاقة وسنواصل إحنا في هذا المنوال. حضورنا إلا للتحسيس والتوعية ل شبابنا المصطافين والمرتدين على شواطئ الولاية. الحملات التحسيسية متواصلة إلى غاية نهاية موسم الاصطياف الجاري. نبقى في موسم الاصطياف، ومن أجل ربط جسور التواصل بين الجالية الوطنية بالخارج وبلدها الأم الجزائر، حل مساء أمس بمطار أبو بكر بلقايد بولاية شلف الوفد الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا قادمين من مدينة ليون وسانت إتيان لقضاء عطلة الصيف بالمخيم الصيفي بتنس. الوفد يتكون من 85 فردا بين أطفال وذويهم، حيث تم تسخير كافة الوسائل لاستقبالهم في أحسن الظروف. يعني فرحانة بزاف عن بالك جيت في الجزائر، وميرسي رئيس. أحيا جزائرنا، نهضر عربية و جو سي فيغ داتخ فوني اون الجيري مع ليكيب تاعنا. حب رئيس تبون خاطر خلاني نجي للبلاد، وي راني بزاف فرحان ونحب مون بيي راح في قلبي. يعطيكم الصحة كاع الناس اللي استقبلونا، باسكو فرانشمون سافي بليزيغ، سافي لوطو ما جينا في الجزائر. وتحية وطني الله يرحم الشهداء، وتحية الجزائر. تحضير جيد وانا في تو لي مويان. ميرسي الجيري، شفنا لا بروميير سيسيون كي جات كي فاتت زاه وكلش عجبتنا. دوليا، استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف عنيف تخندقات جنود الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاع المحبس. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الصحراوية أمس أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي روس الصبت وأودي أم الركبة بقطاع المحبس. وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق
مناطق مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاع حوزة مستهدفة منطقة فدرة العش. وفي النيجر وعلى خلفية الانقلاب العسكري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الرئيس النيجيري محمد بازوم المحتجز من قبل عناصر من الحرس الرئاسي. الأمم المتحدة أدانت بشدة الاعتداء على الحكومة المنتخبة مؤيدة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس والاتحاد الإفريقي في مساعيها لاستعادة النظام. عودة إلى أخبار الوطن وإلى مدينة قسنطينة التي مدت جسورها لتفتح بابا آخر للترفيه في فصل الصيف. حديقة باردو للتسلية والألعاب فضاء جديد ومقصد لراحة العائلات. طارق حجي. متعة وراحة وجمال تحت الجسور المعلقة لقسنطينة يعيشها الزائر لحديقة الألعاب والتسلية الجديدة بباردو بعد أن فتحت أبوابها للباحثين عن أجواء الصيف الآمنة للأطفال والعائلة. رانا فرحانين بزاف، وليداتنا راهم مبسوطين بزاف، وإن شاء الله مزيد من تدشين الحدائق كيما هكا في قسنطينة، إن شاء الله باه نلقاو متنفس وين يلعبوا وليداتنا وين نحيوا على بالنا. أنا في حديقة باردو، أنا فرحانة بزاف. متنفس للسكان وراحة العائلات، وينقص علينا عن التنقل بالأولاد للولايات المجاورة من أجل التفسح. فضاء مليء عائلي. متنفس المدينة قسنطينة. الحديقة في انطلاقتها وفرت عددا معتبرا من الألعاب الممتعة للأطفال، وفي قابل الأيام مزيد من العروض والمتعة. الألعاب بور لو مومو عندنا 15 هنا في لا بريمير بارتي، هذه عندنا 15 بروشينمون ان شاء الله يلحقوا ربعة، وعندنا قاعة ألعاب إلكترونية لسينما في ار. الحديقة راهي مفتوحة أبارتير الساعة الثالثة مساء بعد الزوال، ورانا نبقاو حنا فاتحين، ما عندناش ساعة اللي نقدروا نقفلوا فيها مادام السيتوان راه عندنا هنا في الحديقة. رانا حالين الوحدة الساعتين تاع الصباح، رانا حالين كل أيام الأسبوع إن شاء الله. هذا مكسب، مكسب هام للعائله القسنطينيه، للاطفال القسنطينيه بصفه عامه او خارج ولايه قسنطينه. كما تلاحظون بان جهود مبذوله من طرف الدوله بهذا المرفق يكون في حيز الخدمه باش يكون في خدمات المواطن. هو إذن صيف قسنطينه يزدان بفضاءات تجمع في طياتها المتعه والراحه والاصاله. ونختم بالأجواء الروحانية لزاوية الحاج محمد بالحاج ببلدية مقلع بتيزي وزو، أحد الصروح الدينية التي أصبحت قبلة للعديد من الطلبة بحثا عن التميز في علوم الدين والفقه. والمناسبة كانت إحياء عاشوراء في أجواء روحانية ميزها الأخوة والتآزر. الأخضر كعوان. عاشوراء مناسبة دينية يحييها الجزائريون بالتقرب من المولى عز وجل بقراءة القرآن وإخراج الزكاة والصوم. أجواء روحانية تشهدها قرية جمعان ساريج بزاوية الشيخ محمد والحاج كاديد. ويوم أنزل الله فيه موسى، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصام العاشر وقال: إن عشت إلى قابل أصوم التاسع والعاشر. ولعاشوراء معان متعددة وقيم دينية فذة. ويوم عاشوراء من شأنه أن يجعلنا وثيقي الصلة بهذا الدين، وفي التوحيد الهمم اتحاد، ولن تبلغوا العلا متفرقين. والعاشور زر التضامن ذي الألفة تجمات تمعاوني مثلا تزكين وتروحوا نسوين الأموال نسنا الزوايا باش تدعمنا ولا ربين. من مناطق متعددة من الجزائر يجتمع هنا لتقاسم فضائل هذه المناسبة وما تحمله من تقارب وصلح ووحدة. من ساعة 18 عامرين عامرة تجي تذك عامرين إصغارين القرآن إصغارين الدين عامرين، ولكن ساقي ثولا أن تفض أن تفرح أن تفض شون تكذ الغشي الغيبال الساقين العوايد تمرت القبائل يكشفهن تروحون تزورون تلالو الزعاق إلا لم الشمل.
هذا وتبقى زاوية الشيخ محمد الحاج كديد منارة دينية درست وكونت العديد من القامات والآئمة في مجال علوم الدين والفقه، وكلها تطلع لتلقين مناهج ديننا الحنيف للأجيال المتلاحقة. نشرتنا تمت، أما برامجنا متواصلة على التلفزيون الجزائري. متابعة طيبة والسلام عليكم.